اخواني اخواتي، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم على التمره ديال الدوم. الدوم او بالميت المنشري، فهو هذا التمره ديال الدوم فيها فوائد كثيره لا تعد ولا تحصى. نتكلم على سبعه الامراض اللي كتعالجها هذه التمره، هذه المفيده لعلاج هذه الامراض. من بينها البروستات، اللي عنده البروستات فهذه التمره ديال الدوم مفيده لهذا المشكل. اللي عنده الضعف الجنسي، هذه التمره مفيده لهذا المشكل. اللي عنده ضغط الدم المرتفع، هذه التمره مفيده لهذا المشكل. مشاكل الجهاز الهضمي بحال اللي كانت معده طيبه، هذا الدوم فيه مواد دابغه. الدوم فيه مواد دابغه مفيده للمعده، ويفيد في الربو مع زيت الزيتون اللي عنده لازم، ويفيد في تكبير الصدر، والارداف عند النساء، هذا مهم. التمره ديال الدوم ثم يفيد في تعديل، يعني كيقد السكر في الدم، مستويات السكري في الدم. ولكن كاين طريقه ديال تحيد الخبز وتستعمل الدوم، فهو غادي يرجع السكر لواحد ولا 96 زعما 96. ثم ايضا يعني البروستات هو اهم شيء اللي كيتستعمل ليه هذا الدوم هو البروستات. ولا الامريكان كياخذوه كيديروه في كبسولات، كيبيعوه ب 300 درهم 400 درهم، البواطه فيها 25 غرام. ولا هاد الدوم عندنا موجود في المغرب، هو هذا الثمن ديالو، يعني ثمن مناسب. اللي بغاه يتواصل معنا على الرقم. اللي خد هذا الفيديو هذا ودار ليه بارطاجاه 100، دار ليه 100 مشاركه في الصفحه ديالو، غنصيفط ليه كيلو ديال الدوم بثمن رمزي. هذا هو عسل ديال الدوم، شتوه او شتوه خرج من هذا العسل. اللي بارطاجاه 100 مشاركه في الصفحه عنده، غنصيفط ليه كيلو ديال الدوم بثمن رمزي جدا. واللي يبغى شي فيديو حول شي عشبه او شي نبات بغى يتكلم عليه، وعنده قناه في اليوتيوب ولا صفحه في فيسبوك، يقول لي النبات اللي يبغى ونعمل ليه بحث ونعمل ليه فيديو ونسيفطو ان شاء الله ويحطو في الصفحه عنده ولا في القناه عنده، باش ندو اجر بجوج. هذا هو الامر اللي كاين. اي واحد بغى شي فيديو على شي نبات او فيما يتعلق بالعلاج او العلاج بالاعشاب، التخصص ديالي هو العلاج بالاعشاب، اللي بغى شي فيديو على شي عشبة يتواصل معايا في الواتساب في هاد النمرة اللي في الفيديو، غنصاوب ليه فيديو غنصيفطو ليه ويحطو في القناة عنده ولا في الصفحة. مرحبا والسلام عليكم إلى حلقة أخرى إن شاء الله، باش تعرفوا فوائد كثيرة على الدم. دخلوا اليوتيوب عند الدكتور محمد الفيد، غتلقاوه يعني غتلقاوه وضح وفسر أكثر مني، لأنه هو يعني دكتور محمد الفيد يعني واحد الإنسان اللي هو عنده علم ودراية مجال التغذية، غتلقاو عنده تفاسير في هذا الأمر هذا. السلام عليكم.